الله معنا الآن، بنرجع للصور هذه واللقطات بعدين، بنرجع إن شاء الله بعدين. معنا الآن سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. سعادة الدكتور السلام عليكم. مرحبا بك سعادتك، حياك الله معنا. أشكر لك تجاوبك السريع وتواصلك معنا في حال يعني ورود الملاحظة من أحد الأخوة المتابعين في البرنامج. واجب كل شكرا الله. شكرا لك دكتور. كانت الشكوى والملاحظة كما استمعت إليها من خلال رسالة نصية قصيرة سعادة الدكتور، أن هي مرتبطة بأسعار الصيدليات. كان هو يتكلم عن صيدليتين في خرفكان، يقول أسعارهم متفاوتة وأيضا لا تقارن بصيدليات أخرى، فأسعارهم جدا عالية. أنا ما أدري، كنت ما عندي الفكرة والمعلومة الصحيحة الأسعار بالنسبة للصيدليات، هل هي تبع وزارة الصحة والاقتصاد؟ وجزاك الله خير أنت تواصلت معنا، والآن ممكن تفيدنا بالمعلومات الوافية في كيفية يعني متابعة الأسعار من قبلكم، وأيضا كيف بالإمكان أن نقدم شكوى أو ملاحظة على هذا الموضوع ومتابعة المسألة. تفضل سعادة الدكتور. ما يجي جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الأدوية أنواع، هنالك أدوية تكون مسعرة عالميا وهي مسعرة في دول الإمارات، وهنالك أدوية لا تسعر مثل الفيتامينات والباراسيتامولز أو الأدوية لتخفيف آلام الصداع، وبعض الأدوية المعنية بخلينا نقول الحالات المرضية الاعتيادية كالزكام وآلام العضلات والصداع وغيرها من الأمراض الاعتيادية التي تكون في العادة منتشرة بشكل مستمر طوال العام. استنادا لدستور الدواء العالمي المطبق على مستوى جميع دول العالم، الأدوية التي تكون مسعرة تصدر بها قرار من معالي وزير الصحة الموقر، والقرار الوزاري هذا يشمل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية. هناك بعض الأدوية الأخرى التي لا تصرف بوصفة ولكن عددها قليل، ولكن الأكثر هي الأدوية التي تصرف بوصفة وهي مسعرة على مستوى الدولة وسعر موحد على مستوى كل صيدليات الدولة، وإجمالي عدد الصيدليات الخاصة الموجودة قرابة 2050 صيدلية على مستوى الدولة. لا يوجد اختلاف بين أسعار الأدوية بين مختلف الصيدليات، إن كان الصيدلية في خلينا نقول على الشارع العام أو في خلينا نقول سوق أو في مركز تجاري، الأسعار يجب تكون موحدة، وهنالك مفتشين أصحاب الضبط القضائي التابعين للوزارة والهيئات الصحية المحلية يقومون بإجراء التفتيش، والحمد لله خلال آخر أو 6 سنوات لا توجد أو لم تسجل أي حالة اختلاف سعر الدواء بين صيدلية وأخرى، وحتى لا سعر الدواء بين صيدلية والقرار الوزاري الصادر بشأن ذلك. والأسعار تخرج، الأدوية تخرج من الوكلاء المحليين مسعرة باسم الوكيل، ولا يستطيع حتى صاحب الصيدلية التلاعب بالسعر. أما الأدوية الأخرى التي تكون في العادة غير مسعرة عالمياً، هذه الأدوية أسعارها تختلف من صيدلية إلى أخرى، ومن حق الصيدلية أن تقوم بوضع هامش ربح حسب المصاريف التي حقيقة تكون موجودة على عاتق صاحب الصيدلية والشركة المعنية، لأن هنالك عندنا 13 مجموعة صيدليات، هي شركات تقوم ب مجموعة صيدليات والمجموعة. طيب دكتور، كيف بالإمكان الواحد يقدم شكوى إذا مثلا أنتم ضابطين المسألة، وواحد وجد مثلا إحدى الصيدليات يعني ما حد انتبه له، أو مثلا فلتت أو بطريقة ما وجد فيها اختلاف في الأسعار؟ أولا في 3 طرق بارك الله فيك. الطريقة الأولى هنالك حقيقة نظام ذكي موجود على الهواتف الذكية، وهذه الخدمة الذكية الموجودة باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هنالك قسم خاص الدواء وصورة الدواء موجودة، يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع أن يدخل اسم الدواء فورا ضمن هذه الخدمة الذكية الموجودة على الهواتف الذكية، ويستطيع الاستعلام عن اسم الدواء والمادة الفعالة والوكيل الدواعي الاستخدام والسعر وكل المعلومات الخاصة بهذا الصنف الدوائي، فيصبح أي فرد من أفراد المجتمع أنه مفتش وزارة الصحة ويستطيع أن يستعلم عن هذا السعر بشكل سريع جدا. النقطة الثانية، يستطيع
أن يدخل ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الولوج إلى خدمة نظام يسمى طمني، وطمني باللغتين العربية والإنجليزية، وطمني حقيقة هذا النظام لممارسي المهن الطبية وكذلك لعامة الشعب إذا يستفسر عن دوائي وعند الشكوى وعند ملاحظة أو يستعلم إذا هذا الصنف مسجل في الدولة غير مسجل، حتى المكملات الغذائية ذات الإدعاء الطبي التي ترد عليها العديد من الملاحظات ومكوناتها يستطيع أن يستعلم ويستفسر وتقوم الوزارة بالرد فورا على الشخص. النقطة الثالثة هنالك طبعا الهاتف المجاني الموجود الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع اللي هو 805 وحدات، يعني 800-111-111 يستطيع أن يتواصل مع خدمة العملاء ويتم فورا أخذ الملاحظة وحسب النظام المطبق في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فإن يجب أن يتفرد في أقل من 24 ساعة على العميل من قبل الإدارة أو القطاع المختص الاستثمار أو الشكوى. ممتاز ممتاز جدا، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور على هذه المعلومات الوافية فيما يتعلق بالصيدليات وأسعارها والنظام المتبع لديكم في الحماية، وأيضا تقديم الملاحظات في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى لديكم في الوزارة. شكرا لك سعادة الدكتور، بارك الله فيك. شكرا سعادة الدكتور أميل أميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع كان متحدثا معنا.